خلاص يا ابو ابو فجر، الله يمسيك بالخير. مساء الخير يا هلا، وشلونك؟ الله يسلمك يا كيف حالك؟ الله فيك. وش رايك بالمسلسلات البدويه؟ والله على راسي ليه اشرب. والله الله يزيدك. الله يسلمك. يعني انت تشوف ان المسلسلات البدويه تمثل البيئه البدويه صح؟ نعم. ولا لا تمثل صح؟ تمثل صح. نعم كلها ولا بس اللي نشتغل بيها؟ لا بس زود اللي انت تشتغل بها زايد. طب واللي يشتغل بيها الاستاذ زهير النوباني؟ والله على راسي. افا والله على راسي. كل البداوه عبد باذن الله. طيب لو اعطيناك دور مسلسل بدوي وش تختار دور؟ ها؟ وش تختار من الدوار؟ والله الدور اللي يحطوني الدور المناسب لي يشتغل. ناقصنا دور شيخ معزب اجودي. والله على راسي لي الشرف. والله الله يزيدك شرف. الله يسلمك. زين تزبط شيخ انت؟ ها؟ تزبط شيخ؟ والله شيخ عاد هو اللي يقلب.